كشف تقرير حديث عن إنفاق كل أسرة أمريكية نحو 709 دولارات في يوليو الماضي لشراء بعض السلع والخدمات، وهو رقم أكبر مما أنفقته قبل عامين لشراء نفس السلع، ويعتبر هذا الرقم متفاوتا بين الأسر وفقا لمعدلات الدخل، إلا أنه يعبر عن المتوسط العام. وأشار تحليل أخير لوكالة مودز أن هذا الرقم يؤكد التأثير التراكمي للتضخم المرتفع على تمويل المستهلك، حتى مع تباطؤ نمو الأسعار بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. يتوقع المستثمرون استمرار عدم استقرار سندات الخزانة الأمريكية بسبب التقلبات المتزايدة، مع تهديد حالة عدم اليقين الاقتصادي بتغيير مسار البنك المركزي أو الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه المتعاملون حاليا. ويؤكد بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به بخصوص رفع الفائدة في ظل استمرار التضخم فوق هدفه البالغ 2%، رغم تشديد السياسة النقدية بأشد وتيرة منذ 4 عقود. أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفيرو أنها ستكون مرشحة بلادها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي. وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية أن الترشيح يعتبر شرفا وفخرا عظيمان، وأن لديها فرصا كبيرة لأول مرة في تاريخها لشغل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي. تسلط أسعار المكونات المستخدمة في صنع الأطباق التقليدية في فرنسا وإسبانيا تسلط الضوء على مدى استمرار أشد أزمة تتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة منذ أكثر من 30 عام، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم الإجمالية في جميع أنحاء أوروبا. وأظهر أحد المؤشرات الاقتصادية زيادة تكلفة إعداد طبق كوك أوفن الفرنسي بنسبة 8.4% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه قبل عام مضى، فيما قدرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ووزارة الزراعة والتغذية قدرت تكلفة الطبق الإجمالية ب 19.4 يورو. وارتفع سعر الدواجن وهو أغلى مكون في الطبق بنسبة 6.4%، وسعر الزبد 16.5% عن يوليو 2022. كشف استطلاع للرأي في اليابان أن أكثر من 80% من الشركات الكبرى في البلاد تتوقع أن يتوسع الاقتصاد خلال العام المقبل مدعوما بتعافي الاستهلاك الشخصي، وذلك في أعقاب إزالة قيود كورونا. وشمل الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء اليابانية شمل 114 شركة، وأظهرت النتائج تفاؤلا بشأن الاقتصاد حتى في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في مواجهة ارتفاع تكاليف المواد والطاقة، إذ أشار 94% من الشركات التي تتوقع توسعا إلى تعافي الإنفاق الاستهلاكي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد. ختام هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا الكرام، والآن عودة إلى الزميل العزيز رامي الحلواني. رامي، إليك.